يبقى هناخد النهارده ده درس ايه؟ الضمائر. درس ايه؟ الضمائر. يبقى انا قبل كل حاجه لازم نعرف اعراب الضمائر. اعراب الضمائر دايما مبنيه، يبقى هنا خد مني قاعده نحويه، الضمائر دايما ايه؟ مبنيه، يبقى حكم الضمائر كلها ايه؟ البناء. قال ايه؟ البناء. يبقى لما نلاقي اي ضمير هنقول عليه ضمير ايه؟ مبني. مبني على ايه بقى؟ على حسب حركته. يعني لو هو مبني على اخره مثلا اخره فتح يبقى مبني على ايه؟ على الفتح. اخره كسر يبقى مبني على ايه؟ على الكسر. يبقى هنا الضمائر دايما مبنيه ولكن بتكون في محله. لو هي وقعت مثلا في محل الرفع بتكون مبنيه في محل ايه؟ رفع. لو في محل النصب مبنيه في محل نصب والجر وهكذا. تمام؟ يبقى اول حاجه عندي عندي ضمائر بارزه وضمائر مستتره. الضمائر البارزه اللي بتكون ظاهره بنشوفها بعيننا. تمام؟ اما الضمائر المستتره اللي احنا بنفضلها ما بتكونش موجوده في ايه؟ ما بتكونش موجوده في الجمله خالص. يبقى اول حاجه الضمائر البارزه، ضمائر ايه؟ البارزه اللي هي الظاهره يعني البارزه تنقسم الى ايه؟ معايا الى متكلم ومخاطب وغائب. يبقى ضمائر المتكلم اللي هي انا او نحن، مش بنتكلم انا مجتهد او نحن ايه مجتهدون. تمام؟ المخاطب لما نيجي نخاطب واحد نكلمه نقول له انت مجتهد او انت او انتما، طبعا انتما المثنى هنا انتم بجمع وانتن جمع المؤنث. والغالب لما يكون واحد مش موجود حواليه هو او هي او هم او هما او هن. تمام كده؟ طيب هنا المتصله بقى، المتصله هنا ليها حاجتين. المتصله ممكن تكون في محل رفع وممكن تكون في محل نصب وجر. طب ماشي نعرف دول الاول. تمام؟ بس قبل ما نقول على دول لازم نعرف دول الاول. يبقى احنا خدنا هنا الضمائر الظاهره، الضمائر اللي هي او هي الضمائر الايه؟ البارزه قدام. بتنقسم لقسمين، تنقسم لايه؟ لقسمين. ممكن تكون منفصله يعني مش متصل، بتيجي في اول كلام مش متصل بالكلمه، ما بتكونش لازقه بيها. وممكن وعندي قسم ثاني اللي هي الضمائر الايه؟ المتصله، ظاهرها متصله، ظاهرها الايه؟ متصله. يبقى هنا يبقى هنا الضمائر البارزه تنقسم الى منفصله ومتصله. طيب المنفصله ممكن تكون متكلم مخاطب غائب. طيب حكم الاعراب ايه بقى؟ اذا لقينا دول كلهم دول كده اللي هي انا ونحن وانت وانتم وغيره، لو لقينا اول جمله وجي بعدها خبر زي انا مجتهد هو مجتهد بتكون ايه؟ بتكون اولا بتكون مبتدا، ازاي؟ هنقول بقى ضمير مبني في محل رفع المبتدا، في محل رفع ايه؟ مبتدا. اما لو وقعوا في الفاعل يعني لو قلت مثلا يعني اكتب واجبك هنا مثلا يعني او الضمير هنا استقر في محل الرفع، هنقول في محل ايه؟ رفع. المهم يعني الضمائر دي كلها بتكون في ضمير مبني في محل رفع المبتدا. تمام كده؟ اذا جاء طبعا ايه في اول الجمله وبعد ايه؟ وبعد خبر، زي مثلا انا مجتهد او انت مجتهد او هو مجتهد وهكذا. طيب ناخد بقى المتصله. هنا المتصله بتنقسم الى ايه؟ الى قسمين. هنا في محل رفع وفي محل نصب. طب ايه هي الضمائر اللي في محل رفع؟ هنا ضمائر زي التاء، زي مثلا ايه؟ ضربت او ضربتك او نون النسوه، يبقى هنا الفتاه مثلا يكتبن الواجب النون هنا. تمام كده؟ او ناء الفاعلين. لو انا قلت مثلا ايه؟ فهمنا الدرس، يبقى احنا لو كنا بالفاء فهمنا الدرس. طيب الف الاثنين لو قلت الطالب كتب الدرس. تمام كده؟ طيب وواو يا جماعه لو قلت ايه؟ الطلاب كتبوا الواو هنا. طب ويا المخاطبه مثلا؟ لو قلت مثلا ايه؟ مثلا تكتبين الدرس. تمام كده؟ او اكتبي الدرس. طيب يبقى هنا الضمائر دي كلها اعرابها اللي هي في محل رفع هنقول ضمير مبني متصل في محل ايه؟ في محل رفع. تمام كده؟ طيب الضمائر اللي هي في محل نصب وجر ملحوظه مهمه. إذا كانت الضمائر دي متصلة بالفعل هتكون في محل نصب، أما إذا كانت متصلة بالاسم هتكون في محل إيه؟ جر. تمام كده؟ زي ناء المتكلم أو مثلا ناء المتكلمين أو ناء المفعولين. لو قلت مثلا ضربنا المعلم يبقى المعلم ده فاعل، والناء دي الضمير مبني في محل نصب مفعول إيه؟ مفعول بيه، لأن
والتاء الفاعل والكاف ضمير مبني في محل رفع مفعول ايه؟ به اللي بينها ضربت كاف. تمام؟ طيب ورقة الواجهة قلت ضربت هو هو يبقى الضرب واقع على لذلك بيكون في محل رفع. تمام كده؟ طب انت تكون في محل جر ده اذا اتصلت باسم او اتصلت بحرف جر زي مثلا انا قلت مثلا يعني ا بي الياء هنا اتصلت باسم هتكون في محل هنا هتكون في محل ايه ضمير مبني في محل جر. تمام؟ طب لو قلت مثلا لك يبقى الكاف هنا اتصل بالايه باللام واللام بحرف جر يبقى هيكون ضمير مبني في محل ايه في محل جر. تمام كده؟ طيب يبقى هنا ناخد ضرب ضمائر المستتر. اول حاجه في ضرب مستتر كل المتكلم اللي هي يعني تقديرها انا او نحن. لو قلت مثلا اقرا الدرس تمام كده يبقى اقرا فعل المضارع والدرس مفعول به هو اللي وقع القراءة. طب فين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره انا. تمام كده؟ طيب هنا نكتب الدرس. طب هنا نكتب طب ماشي فعل المضارع. طب والدرس مفعول به فين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره نحن. طيب هنا ضمائر المخاطب يعني هنا بقى مستتر زي انت لو مثلا اكتب واجبا مثلا يعني يبقى هنا ايه اللي حصل؟ يبقى هنا اكتب تمام كده هنا اكتب طبعا ايه؟ اكتب فعل امر. طيب واجبك طبعا مفعول ايه؟ مفعول به. طب فين وهنا على واجب يبقى هنا هنا الضمير هنا من الضمائر دي كاف الخطاب تمام اتصل باسم هيكون في محل ايه؟ في محل جر ماشي. طب والفاعل ضمير مستتر تقديره انت تمام كده؟ طيب هنا للغائب تقديره هو او هي لو انت مثلا الطالب يكتب الدرس يبقى الطالب ما ينفعش تكون فاعل اسم فاول الجمله يبقى مبتدا ويكتب فعل مضارع مرفوع مرفوع الضم والدرس مفعول به منصوب عن مفعول ايه؟ الفتح. طب الفاعل فين؟ ضمير مستتر تقديره هو تمام؟ واحنا طبعا عارفين الجمله الفعليه في محل رفع ايه؟ خبر. طيب الطالب مثلا قلناها الطالب يكتب او هنا بقى الطالبه بقى خليها الطالبه. الطالبه تكتب الدرس هي اياها يبقى هتكون ايه بقى؟ الفاعل يبقى هنا هنا ده مبتدا فعل مضارع مفعول به. طيب والفاعل ضمير مستتر تقديره هي تمام كده؟ يبقى انا تقديرها لايه؟ للغايه تمام؟ يبقى الخلاصه الخلاصه الضمائر كلها مبنيه اذا لقينا الضمير ظاهر ومتصل بالكلمة يبقى هو متصل يعني لازق في الكلمة يعني تمام؟ طيب لقيناه منفصل عن الكلمة زي أنا أكتب مش لازم يبقى ضمن ضمير إيه؟ منفصل. الضمائر كلها إيه؟ مبنية. الضمائر كلها إيه؟ مبنية. طيب الضمائر المنفصلة الضمائر الإيه؟ المنفصلة إعرابها إيه؟ هتكون ضمير مبني. ضمير إيه؟ مبني على حسب حركته بقى مع الفتح على الكسر على حسب يبقى هنا ضمير في محل رفع مبتدا في محل رفع ايه؟ مبتدا ده دي الضمائر ايه المنفصله. طيب الضمائر المتصله بقى ممكن تكون في محل رفع اللي هي زي كده الفاعل بالنسبه للفاعلين الاثنين والجماعه هي المخاطبه تمام؟ طيب هنا بقى ممكن تكون في محل رفع وفي محل ايه؟ جر زي ايه المتكلم ونهايه المتكلمين وكاف الخطاب وهي الغايبه تمام كده؟ طيب هنا اذا اتصل الضمائر دي اذا اتصل بفعل يبقى هي في محل نصب في محل ايه؟ نصب زي مثلا ايه مثلا؟ ضربته ضرب ايه؟ ضربته يبقى هنا اتخذ الفعل والهاء ضمير مبني تمام كده ضمير ايه مبني في محل نصب مفعول به لان اتصل بايه؟ بفعل تمام كده؟ طيب لو اتصل باسم لو اتصل بايه؟ باسم زي مثلا لو انا قلت مثلا ربنا اننا ظلمنا انفسنا يبقى انا انفسنا يبقى الناء دي ايه؟ يبقى هنا الناء دي مالها بقى؟ الناء هنا اتصلت باسم يبقى هنا هتكون في محل جر مضاف ايه؟ مضاف اليه. طيب اذا اتصل بقى هنا اذا اتصلت مثلا يعني بحرف جر حرف ايه؟ الجر زي مثلا به او لك يبقى هتكون تغيير مبني في محل جر ايه؟ جر هنا جر في محل ايه؟ جر يبقى هنا عندي الضار هنا في المحل نصب اذا اتصلت بفعل فهي في محل ايه؟ نصب واذا اتصلت باسم او حرف جر فهي في محل ايه؟ جر طبعا هم مبنيه في محل نصب او محل ايه؟ جر.